السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شكرا جدا لكل الناس اللي بتدعمنا، شكرا لاي حد عمل لنا لايك شير، شكرا لاي حد اشترك في القناة، شكرا لاي حد بيدعمنا، احنا بدعمكم بنستمر. النهاردة هنتكلم عن الفرق بين حقوق المطلقة وحقوق المختلعة، لان في لبس شوية في حقوق المختلعة. اي واحدة عاملة خلع، اي واحدة عارفة حاطة خلع، بيكون في لبس في الموضوع شوية، ان هي بتتنازل عن كل مستحقاتها، ان هي ملهاش حقوق، الحاجات دي كلها. فاحنا النهاردة هنناقش الكلام ده وهنوضح لكم الفرق بين حقوق المطلقة والمختلعة، فاستنونا. المطلقة، تمام؟ كمان المطلقة من حقوقها حضانة الصغار، قائمة المنقولات الزوجية. هنا قائمة المنقولات الزوجية بتخضع للقانون الجنائي ولا تتأثر، سواء بالطلاق أو بالخلع. هنا نقطة مهمة جدا في قائمة المنقولات، الناس بتفكر إن قائمة المنقولات دي تتبع الطلاق فقط. لا، قائمة المنقولات الزوجية هنا هي بتكون عقد أمانة، عقد أمانة أو ورقة أمانة من الزوج لزوجته، بتخضع للقانون الجنائي، ليس لها علاقة أبدا بقانون الاحوال الشخصيه، طلاق، خلع، اي حاجه. قائمه المنقولات الزوجيه دي تخضع للقانون الجنائي. طيب المطلقه هنا تستحق حضانه الصغار، قائمه المنقولات، مسكن حضانه الصغار، الولايه التعليميه، ونفقه الصغار. دي حقوق المطلقه. اما بالنسبه لحقوق المختلعه، المختلعه ليس لها الحق في الحصول على مؤخر صداق. اذا مكتوب مؤخر صداق في قسيمه الزواج، ليس لها الحق بالمطالبه بالمؤخر، وترد كمان المهر او مقدم المقدم. فهنا اذا هي واخده مقدم بترده، والمؤخر ملهاش حق ان هي بتطالب بيه. كمان ملهاش حق في نفقه عده. كمان المختلعه ملهاش حق في المتعه. الطلاق بالخلع او التطليق خلعا هو بيعتبر طلاق بائن، مش طلاق رجعي زي التطليق وحقوق المطلقه زي ما اتكلمنا فيها. فبيكون الطلاق بائن، يحق للمختلعه حضانه ابنائها، ويبطل كل اتفاق على غير ذلك. المختلعه لها حق ابنائها. هنا في كتير من الناس بيعتقد ان في حاله الخلع الزوجة بتتنازل عن كل مستحقاتها وجميع حقوقها وكل حاجة، وده خطأ كبير جدا الناس بتقع فيه. لكن المختلعة برغم ان هي بتتنازل عن اللي اتكلمنا فيه، المؤخر، المتعة، العدة، لكن المختلعة ليها حقها في قائمة المنقولات الزوجية. زي ما قلنا من شوية ان قائمة المنقولات بتخضع للقانون الجنائي وليس القانون المدني او الشرعي. المختلعة لها حق في حضانة الصغار، لها حق الولاية التعليمية، لها حق سكن، الحق حضانة الصغار حق سكن الصغار، وليها الولاية التعليمية. فدي حقوق المختلعة، مفيش حاجة اسمها ملهاش حقوق. المختلعة لها حقوق لكن بتتنازل عن بعض الحقوق. طيب في هنا سؤال بيقول، هل المختلعة بتعد ناشز؟ يعني هل الزوجة المختلعة ممكن تصبح ناشز؟ الإجابة قولا واحدا لا، لان بمجرد صدور حكم القاضي في الخلع اصبحت مطلقه، ومفيش نشوز بعد الطلاق. لان احنا كلنا عارفين ان الطلاق في دعوى الخلع ليس له استئناف، بيكون حكم نهائي. فطالما هي اتطلقت في اول درجه، خلاص اصبحت مطلقه، ولا يحق للمطلقه ان تصبح ناشز، ما ينفعش المطلقه تصبح ناشز. طيب في استئناف في دعوى الخلع؟ مفيش استئناف في دعوى الخلع، هي بس من اول مرحله، اول درجه الحكم طلع، خلاص بيصبح الحكم نهائي وبتكون الزوجه مطلقه خلعا. طيب الزوج بيحق له انه يطعن بالاستئناف؟ زي ما قلنا لا، لان الطلاق هنا بيصبح طلاق بائن كمان، مش طلاق رجعي، مفيش اي طريقه للرجع في الحكم، الحكم هنا اصبح حكم نهائي. ما يحقش للزوج ان هو يرجعها الا بموافقتها بمهر وعقد جديدين.
ده معلومة غايبة عن ناس كتير جدا، المختلعة غير المطلقة. المطلقة بيكون الطلاق رجعي وبعدين يصبح بائن، المختلعة من وقت صدور الحكم بيصبح الطلاق طلاقا بائنا. في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناة. عندكم اي سؤال سيبوه في التعليقات هنرد عليه. سلام عليكم.